مساء الخير عليكم أعزائي مشاهدين برنامج شكل تاني، مساء الورد مساء التفاؤل من قناة الصحة والجمال، وجايلكم النهاردة بحلقة جديدة مختلفة تماما مع ضيفتي الجميلة كوثر، أخصائية تخاطب في مستشفى الشرطة. بنرحب بيها. اهلا ازيك يا وسهلا كوثر؟ عامله بحضرتك. ايه حبيبتي؟ اخبارك ايه؟ اهلا وسهلا بحضرتك، نورتي عامله ايه؟ برنامج شكل تاني. الله يخليك. عامله ايه؟ انا عارفه ان انت اخصائيه تخاطب شاطره ما شاء الله عليكي، الله شغاله في يخليك. مستشفى الشرطه، صح كده؟ معلومات صح يعني. النهارده هتكلم عن موضوع يخص كل بيت. دلوقتي بقى مرض العصر، انا ما بسموهوش مرض، هو اضطراب. اضطراب، لان المرض بيكون لعلاج، حاجه بتخص كل اطفالنا، انتشرت في الفترة الأخيرة والظاهرة الآونة الأخيرة. كتير جدا من الأمهات كلمتني. النهاردة هنتكلم عن التوحد. عايزين نعرف من ضيفتي الجميلة إيه هو التوحد؟ هو التوحد هو طفل عنده قصور في التواصل وفي التفاعل، عنده قصور في اللغة، عنده قصور في الإدراك الحسي، طفل عايش في عالم خاص بيه. عالمه الخاص بيه. صعب ان انت تخرجيه من العالم ده. الطفل ده بيبقى عنده خصائص معينة. يعني ازاي افرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده هو ده بقى توحد؟ اللي انا كنت عايزه اقولك عليه. انا دلوقتي كأم اول ما اشوف ايه في ابني اعرف ان هو مريض توحد، واتوجه بيه على فين، او مين اللي هيدلني على الطريق الصح؟ هو في كذا حاجة ممكن أعرف بيها إن الطفل ده عنده، يعني إيه الفرق؟ أول حاجة، الطفل الطبيعي ما بيرفضش التواصل. الطفل اللي عنده توحد بيرفض التواصل، التواصل اللي هو الاجتماعي اللي مع هو نظرة والدته. العين، إن هو يبقى عنده نظرة عين إن هو يبصلك. الطفل التوحد استحالة إن هو يبصلك في عينك أو يبصلك في وشك، ده تواصل بصري، تواصل بصري. صح أو كده؟ أو ما عندوش تفاعل اجتماعي، يعني ما يتفاعلش معاك، ما ياخدش ويدي معاك. يعني لو اديته لعبة ما يرجعهاش ليك، ما ياخدهاش ويديها. طب يعني هو معنى كلمة توحد التوحد اللي هو بيبقى منطوي في حاله لوحده، ولا طفل ايه؟ طفل منعزل، يعني عايش في عالم لوحده خاص بيه. يعني هو مش عايز يتعامل مع حد، رافض التعامل حتى مع مامته. يعني يرفض ان هو يتحضن، يرفض ان هو حد يلمسه، يرفض ان هو حتى مع الأطفال نفسها، يعني بيرفض التعامل يرفض التعامل يعني تماما. تماما. تمام. يعني طفل مش مع الكبار بس، مع الأطفال اللي زيه في سنه. مش يعني هو مش هيل مش ممكن يلعب مع أطفال في يعني أقرانه أو في سنه. طب انا جالي سؤال استاذه كوثر، طفل على طول بيصرخ، يعني مامته قالت لي كده، على طول بيصرخ ورافض التعامل، في حاجه مرتبطه ما بين التوحد والصراخ ده؟ هو الصراخ ده نوع، يعني سمة من سمات التوحد، بس ممكن يكون الطفل اللي عندها مش هو ده السبب. ممكن يكون في أسباب نفسية بتخليه بيصرخ. احنا لازم نعرف هو ايه الأسباب اللي بتخليه يصرخ قبل ما نقول هو توحد أو مش توحد. يعني نقول للأم دي اللي بعتت لي الشكوى دي تتوجه لمين؟ أول حاجة لدكتور تخاطب. دكتور تخاطب، ما نلجأش لدكتور مخ وأعصاب؟ لا، دكتور تخاطب الأول بيعمل لها مقاييس، اختبار ذكاء. ايه هي بقى المقاييس أستاذة بيبقى كوثر؟ أول حاجة بنعمل مقاييس اللي هي كارنز وجيليام، بنعمل اختبار ذكاء، وبعد كده بنبتدي بقى. بتحددي بقى اذا كان ده توحد او مش توحد، مش كده؟ طب انا يعني انا ما دلوقتي اقدرش، يعني ممكن يكون الطفل عنده كل السمات دي بس تمام، ما اقدرش اقول ان هو توحد او مش توحد الا ما اعمل مقاييس. اعمل مقاييس الاول. الدكتور لان هو في ناس كتيره بتشخص، مثلا تقول لك ان الطفل ده توحد عشان مثلا بيرفض التعامل. او لا، لازم يبقى عندي مقاييس. مقاييس امشي عليها، يعني لازم انا ابتدي صح في علاج ابني. يعني انا بقول دلوقتي من خلال برنامج شكل تاني بنعرف الحقيقة بشكل تاني خالص، ان اي طفل تظهر عليه اي حاجة مختلفة عن الاطفال الطبيعيين توجهي بالدكتور او طبيب. ده الهدف من البرنامج او من الرسالة اللي احنا عايزين نوصلها، او يتواصل مع حضرتك على الارقام اللي هتظهر معانا على الشاشة دلوقتي ان شاء الله. طيب ايه الفرق قلنا بين الطفل التوحد والطفل الطبيعي؟ قلنا اللي هو ما بيرفض التعامل، ايه تاني؟ وبيرفض التواصل، بيبقى ليه حركات نمطية. يعني هو بيبقى روتيني حتى في أكله، يعني في الأكل بتاعه بيبقى روتيني.
في طريقة، حتى في طريقة تعامله بقى روتيني، بيرفض التغيير. يعني حتى لو انت مثلا في جلسة وحاولت ان انت تدخليه مكان تاني غير اللي هو بياخد فيه الجلسة كل مرة، هيرفض. هيرفض المكان اه، ده بقى بتتعاملوا وحتى معاه لو ازاي؟ الام مثلا، يعني مثلا الام غيرت اساس بتاع البيت، لازم ان هي تعرفه الاول، ما يفوجئش ان هي غيرت اساس البيت. تعرفه. اه، سبحان لان الله. الطفل لو اتعرض لاي تغيير ممكن يدخل في صراخ وغضب. انا فاكره ان احنا كنا في جلسه لطفل وغيرنا بس مكان الباسكت، باسكت اللي في الفصل. الباسكت اللي في الفصل. الطفل رفض ان هو يدخل الفصل، رفض ان هو يقعد، وفي صراخ وعياط، ومش احنا مش فاهمين اصلا هو ايه المشكله، لحد ما اخدنا يعني وقت. طبعا احنا كنا طبعا. في بداية الشغل، فاخدنا وقت عشان نعرف هو يعني يرفض تماما انت اي تغيير. تعاملك وعلاجك يا استاذه كوثر يعني ما شاء الله عليكي، يعني انا اعرف ان بقالك كتير في المجال ده وعندك اكاديميه وشغاله في مستشفى الشرطه، فاكيد مرت عليكي حالات كتيره. انا هو احنا دلوقتي اول حاجة بنبتدي فيها في الجلسات ان انا بخلي الطفل اول حاجة ان هو يعني لازم اعمل علاقة بينه وبين الطفل، اهم حاجة، لان الطفل التوحد لو حبك هيشتغل معاك حلو جدا، وهيسمع يعني اوامرك وهيشتغل معاك حلو. في من سمات التوحد، حد برضك يعني تواصل معايا قال لي من سمات التوحد ان هو يقف على توتير رجليه صوابع والحركة ورفرفة بالرفرفة، الرفرفية دي حقيقة، دي من وان سمات هو بيمسك حاجة ويلفها ويدورها. بشكل يلعب بالحاجة بشكل دائري. اه، طيب النهاردة انا عندي ابن توحد وجبته عندك العيادة او الأكاديمية، اول حاجة بتبتدي معاه ايه بعد المقاييس؟ خلاص انت يتأكد حضرتك ان هو وضحتي، توحد. اتأكدتي ان الطفل ده توحدي، ايه بقى اللي جاي بعد كده؟ جلساتك بقى ولا بتشتغلي في جلسات ازاي؟ احنا اول حاجة بنبتدي معاه طبعا ان احنا بنبتدي ان احنا ندربه ان هو يقعد، لان الطفل تدريب ان هو يقعد. لان الطفل التوحد عنده مشكلة في ان هو يقعد معاك في جلسة، يعني او حد بالنسبة له هو يعني لازم ياخد عليك، يعني حتى بيبقى فيه مشكلة لما بنعمل. يكون ألفة بينك وبينه. لازم يعني اول حاجة تلعب معاه، لازم تخليه يحبك، او يعني تخليه ان هو يشتغل معاك يحبك، ان انت يعني مش اول ما تبتدي مع الطفل التوحد هتبتدي معاه ان انت تشتغل، جلسات وكده لا، لازم وأدوية؟ تبتدي لا. ان هو ياخد عليك ويتعامل معاك. أيوه، الحنية أو الطبطبة أو التواصل اللي ما بيني وما بين الطفل. هو في ان احنا يعني قبل حاجة او قبل ما نبتدي يعني جلسات، بنقعد مع الام نعرف ايه المعززات اللي الطفل بيحبها، يعني الحاجات اللي هو بيحبها، عشان دي هي اللي بتبقى مدخل للشغل بتاعه. للشغل بتاعك يعني يعني انا اعرف بتعملوا الطفل تقييم مثلا. يعني اعرف مثلا من الام الطفل مثلا بيحب مثلا حاجة، مثلا لعبة في الموبايل، او مثلا بيحب نوع معين من الشوكولاتة، او مثلا بيحب نوع معين من الشيبسي او من البيبسي او اي انواع المعزز اللي المعززات. هو بيحبه ده هيبقى بيني وبينه هيبقى طريقة شغل ومساهمة، يعني انا هساومه برضه، يعني ايوه، لان الطفل هيرفض اللي هو زي التعامل. نقول يا كوثر كده بتغريه، صح كده؟ يعني الطفل هيرفض اول حاجة ان هو يتعامل معاه وتواصل معاه، فانا هجيب له الحاجة اللي هو بيحبها عشان يشتغل معاه. صح، برافو عليك. يعني هو كمان التواصل البصري بتاعه مش هيبص لي، فانا مثلا هبتدي معاه في الاول ان انا هقعده، بعد كده هبتدي معاه كده انت نجحتي في بداية ان انا العلاج ان قعدته. انت تقعدي الطفل قدامك ويبقى في اتصال بصري بينك وبينه، ده اول كده نجاح. عشان وكمان التواصل البصري ده انا باخد فيه كمان شغل عشان يبص لي، طبعا لان هو اكيد هيرفض في الاول ان هو يبص في وشك، مش في عينيك كمان، يبص كمان في وشك. بيبقى التعامل معاهم صعب يا كوثر، طبعا ان انا صعب. اخليه ان هو يبص لي، اصل انا لو ما بصليش هو كده، انت كده معناك يعني ما انا اشتغلتش. بسمي التوحد ده مرض العين، هو مش مرض لان المرض بيبقى ليه علاج، هو اضطراب، هو اضطراب وخلل ما بنعرفش جاي منين، وبعدين اصلا لو الطفل ما بصليش يبقى انا كده ما عملتش حاجه، ما عملتيش حاجة. لان هو ممكن يركب لك البازل وهو مش باصص لك، واصعب البازلات ممكن يركبها بس هو مش باصص لك، يبقى انت كده لان ما هو عملتش حاجه. بتبقى من صفاته الذكاء، صح كده؟ هو ممكن يركب لك وممكن يعمل حاجات كتير. وعلى فكره الطفل التوحدي، يعني انا بقول لكل ام الطفل التوحدي ممكن يتاهل ويبقى كويس ويدخل مدرسه، بس لو عملت التدخل صح، لو فاهمة. اشتغلت معاه برنامج صح. يعني لو انا بقول عملتي للام برنامج كمان صح، انها ما تيأس، يعني دي رسالتك لأي أم، انها مفيش ما يأس. تيأس.
هو مفيش حاجة مستحيلة على هو ربنا. أصلا المشكلة إن يعني أصعب تعامل يعني أنا بشوف أصعب أم ممكن تتعامل اللي هي طفل اللي عندها طفل توحد، لأن هي بتجد مشكلة إن هي مش قادرة تفهمه، طبعا مش قادرة تفهمه محتاج إيه. يعني حتى هو كمان الطفل التوحدي مش هيشاور لك إن هو عايز ياكل أو عايز يشرب، ما بيشاورش، لا يروح يجيب الحاجة. وممكن على فكرة يعني بصراخ بقى، صح كده؟ ممكن يدخل في يصرخ ويعيط، ما تبقيش هو فاهمة هو انت عايز مش ايه. عارفة هو عارف ايه يعني ده. طب ده بيرجع بقى ان احنا نقول للأم توجهي للمتخصص، اعرفي ايه نوع هو كمان بيبقى محتاج كمان تعديل سلوك تعديل سلوك، ما هو في السلوكيات اللي هو يعني بيتبعها، كده بيحتاج جلسات يتعالج فيها ودواء، هو بيحتاج وبيحتاج تعليق تعديل يعني سلوك. عايز اقول لك ان طفل واحد ده بتبقى محتاج تنميه مهارات وعزه ذاتيه وتعديل سلوك وعلاج وظائفي وعلاج تكامل حسي. كل ده بس اهم حاجه برضك بوجه رساله لكل ام واب بيسمعوني ويشوفوني دلوقتي، بلاش التلفزيون والتاب، لان ده دي لاي بتدخل طفل، في لاي مراحل طفل، صعبه. انا لاي بتكلم طفل، على الاطفال اي طفل. عامه، توحدي طبيعي. في بقى سؤال جالي لازم بقى ايه تشاركيني معاك تشاركيني فيه كده وتشاركي معايا. في توحد وسمات توحد دي موجودة؟ أنا بقول يا توحد هو يا مفيش توحد. يعني يا هو يا توحد يا مش توحد، بس التوحد أنواع، يعني في توحد بسيط، في توحد متوسط، في توحد شديد، في شديد جدا. تمام. وكلما يعني كلما زادت، كلما يعني نسبة الذكاء كلما زادت ولا قلت؟ لا كلما نسبة الذكاء قلت كلما زادت التوحد. يعني أنا لما يبقى الطفل مثلا نسبة ذكائه أقل قلت. من 50 بيبقى تمام. نسبة التوحد عنده عالية. نسبة التوحد أعلى، لكن ما فيش حاجة اسمها سمات توحد ولا طفيف من التوحد ولا هو أصلا. في طفيف توحد، طفيف توحد ده اللي هو بسيط توحد، تمام. إيه بقى طفيف التوحد ده؟ بتبقى صفات بسيطة؟ بيبقى عنده يعني صفات بسيطة من التوحد أو يعني أعراض بسيطة من التوحد. معنا اتصال، أستاذة كوثر نستقبله. ألو. الو، السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته، اتفضلي. بفضلك انا كان عندي وانا بواجه مشكلة مع اخويا اللي هو يكسر كل لعبه لو اتعصب او ما خدش الحاجة اللي هو عايزها يكسر اي حاجة تانية قدامه. هو دي الطريقة اللي بيتعامل بيها معانا في البيت. انا على يعني طول وساعات بيكسر في كمان حاجته، بتقولي ايه حضرتك؟ على طول بيكسر في حاجته، ايوه، لو ما عملتلوش الحاجة اللي هو عايزها. لو ما اخدش الحاجة اللي هو عايزها. ده طفل عنيد. عنيد جدا، ويكسر اللعب او يكسر ازاز او اي حاجه. ده محتاج يا يعني انا كنت حبيبتي، عايزه اعرف الطريقه ان انا بس هو مش اكسر كل توحدي، حاجاته، بس مش هو مش عارف توحدي، اعملها له في نفس الوقت. بس هو مش طفل بس توحد، طفل طبيعي. هو فياريت طبيعي، بس هو بس عنيد، هو صح ده كده؟ محتاج بس جلسات تعديل سلوك. ايوه، محتاج يعني هو طفل طبيعي بس هو عنيد. ايوه لازم، وكمان لازم اي حاجه يقولها لازم تتنفس ياخدها على طول. تتنفس وقت ده، هو محتاج جلسات تعديل سلوك. تسلمي يا حبيبتي، هنرد عليكي دلوقتي. ده طفل عنيد، محتاج زي ما قلت جلسات استاذه كوثر جلسات وبعدين تعديل سلوك، ونبطل الدلع اذا كان متدلع بقى. هو مش دلع، بس هو ممكن اللي معاه كمان بيعنده معاه، فهو بيعند. يعني انا لو انا مثلا عندت مع الطفل، يعني انت لازم توصلي لمستوى الطفل. يعني انا مثلا تمام. لو انا دلوقتي بشتغل جلسه والطفل لازم العب بالبازل ده، مش هشتغل معاك الا ما العب بالبازل ده. بحاول ان انا قد ما اقدر ان انا لو انا عاندت معاه، لا انت لازم هتشتغل، ولو مش هيشتغل مش هيشتغل. مش هيشتغل، فلازم اوصل لحل معاه يرضيني ويرضيه. طب تمام، احنا هن طب كلام جميل قوي. طب احنا عايزين بقى اصل هي المشكله ان الطفل ان الام بتعند فالطفل بيعند، فكل ما الطفل بيعند بيبقى عند الطفل اصعب. يعني انا دلوقتي على طفلي، انا دلوقتي لا انت هتكتب الواجب دلوقتي، انت هتعمل الحاجه دي دلوقتي، وهو مش عايز يعمل الحاجه دي دلوقتي. ايه الحل بقى ساعتها؟ لازم انت قلت كلمة جميلة، اعمل حاجة ترضيني وترضيه. لازم ازاي اوصل معاه الام الحل. طب توصل او انت انت اخته؟ انت ليه انت ليه مش عايز؟ لازم اصبص كل فعل لرد فعل، وكل فعل ليه سبب. يعني هي الام اللي بتقول ان الطفل بيكسر،
لازم يبقى في سبب. هو ليه بيكسر الحاجه دي؟ هو ليه بيعند معايا؟ انا مثلا سي هو عايز يلعب اللعبه دي، انا قلت له لا، مسكها دغدغ الشقه او دغدغ الموضوع طبيعي حلوة. عشان هو عايز يعمل الحاجه دي. فاحنا بقى بنوجه دلوقتي رساله ان هو الام ما تقفش قدام ابنها، توصل لمستوى ذكاء صح كده او تنزل لمستواه او لا. انا مش قصدي كده، ان هي ما تعنتش معاه، ان هي كل ما بتعني معانا اتصال. معلش استاذه كوثر، استاذه ايمان. الو الو، لو سمحت يا دكتور. اتفضلي. انا عندي الواد ابني ماشي. الو ايوه حبيبتي معاكي، اتفضلي. بقول لحضرتك، انا ابني الوقت ده ما بيركش في الحضانه وما بيسمعش الكلام. عنده قد ايه؟ على طول. عنده 7 سنين. طب ما هو 7 سنوات يا حبيبتي مش في مدرسه؟ لا هو ما بيرضاش، رحت وديه كي جي 1 ما رضاش يروح. طب انت بتشتكي منه ايه تاني غير العند؟ ما بيرضاش المكان او مش مصاحب حد. مش مصاحب حد؟ طب هو بيرفض التعامل مع اي حد؟ حضرتك. طيب دكتور كوثر هترد عليكي او استاذه كوثر هترد عليكي؟ هي بتقول ان طفلها عنده 7 سنين. هو عنده 7 سنين ومشكلته العند ومش عايز يتواصل او مع حد، يلعب مع حد او يتفاعل مع حد. اولا هي يعني اتاخرت كتير طبعا، سبع سنين. هي المفروض انها تتوجه لحد متخصص وتعمل المقاييس، تعرف هو توحد ولا لا. طيب يا مدام ايمان، انت كده لازم انت تتوجهي لحد متخصص ويعمل المقاييس، هنشوف عنده توحد ولا لا الاول، وبعد كده تتواصلي مع استاذه كوثر ان شاء الله. لو في اي حاجه، ممكن يكون هو طفل طبيعي بس رافض التواصل او رافض التعامل مع حد. ممكن يكون طبيعي، هو اللي هيبين المقاييس صح كده. طيب انا عايزه بقى سريعا كده، الوقت ما شاء الله بيمر بسرعه معاكي، نعرف جزء عن التلعثم. ايه هو التلعثم؟ التلعثم اللي هو الطفل بيبقى عنده تهته، يعني مثلا يقول لك في اول الكلمه. مثلا في بيبقى في تكرار في يعني في بيبقى اطاله، مثلا ان هو بيقول يعني مثلا يقول يمد فيها او يطول فيها. في بيبقى مثلا تكرار، مثلا بتكرر مقطع كلمه يعني وبعدين يقول تاني. ده بيبقى عنده بيبقى سببه في يعني هو التلعثم اصلا مشكله سلوكيه بتبقى، ممكن تبقى مثلا في بيبقى ممكن يعني الام بتبقى حريصه ان هي كل حاجه تبقى مرتبه او تبقى منظمه في مكانها. في بيبقى مثلا الطفل اتعرض لتنمر، تنمر ممكن يحصل له تلعثم، ممكن من العصبيه، ممكن من العصبيه، وممكن يكون كمان اتعرض لموقف معين، صدمه حاجه خوف مثلا، ممكن يتلعثم. يعني هم اصلا التلعثم يعني اكتريته بيبقى خوف او قلق عصبيه. دايما بيبقى يعني معظم الاطفال اللي احنا اشتغلنا معاهم تلعثم معظمهم بيبقى طفل حساس. طفل حساس؟ فبيبقى انا عندي ابني مصطفى كده عنده 2 سنين يقول مثلا لا، بس سنتين ما اعتبرش تلعثم. يعني انا ما اقدرش اقول ان الطفل ده. معانا استاذه كوثر اتصالات ما شاء الله عليكي. ام احمد الو. اتفضلي يا ام احمد. وعليكم السلام. بقول لحضرتك يا دكتوره، انا عندي ولد عنده 10 سنين تمام، والتاني عنده 5 سنين، واحنا قاعدين في بيت عائله ولاد عم وكده تمام. فانا من النوع اللي بصاحبهم وبفهمهم على الغلط بهدوء، يعني شاطره يا ام احمد، ما بضربهمش، بفهمهم بالراحه. شاطره يا ام احمد، برافو عليكي. بس هنا بقى بيقولوا لي غلط اللي انت بتعمليه، انت كده بتخلي لهم شخصيه عليكي. لا ما لا 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 لا، كده غلط، ما تسمعيش كلام اي حد. انا بصاحب اولادي جدا، ولو غلطهم بفهمهم بالراحه على الغلط. برافو عليكي يا ام احمد، يعني لولا على هواك كنت سقفلك. برافو عليكي. لا طبعا هو ده الصح، ان انا صاحب ابني ما اضربهوش، افهمه بالراحه. برافو عليكي، ما تسمعيش كلام حد. في تربيه الاولاد مالكيش دعوه بحد، يقول لك ده ابنك قليل ادب، ده ابنك هيعمل عليكي يفرض شخصيته. لا بس لازم يبقى في حزم برضه، يعني تمسك العصايه من الوسط، يعني نمسك العصايه من النص، ولا تبقى متزمده قوي ولا متسيبه قوي.
برافو عليكي يا ام احمد. لا استمري، ما فيش اي حد يتدخل في تربيه ابنك او بنتك. والمشكله ان احنا الام دلوقتي بقت فاهمه ان انا مثلا لما ابقى شديده مع الولد هو ده الصح ومش ده الصح. بصي هقول لك على حاجه عشان الموضوع ده يعني احنا بنتكلم في لا اصلا يعني طول. انا بيبقى مثلا يعني في ام بتبقى مثلا جايه بتقول لي جايه من الجلسه، يعني بتبقى ضاربه الولد بالحزام ولا بالشبشب ولا وجايبات جلسه، طب اعمل ايه؟ طيب انا المفروض انا بعمل ايه؟ طبعا انت بقى تيجي تطبطبي وتحاولي تدي طب ما هو كده هيحبني انا وهيكرهها هي. ايوه صح، يعني هو هيشوف التعامل مختلف. ما احنا ما هو انا على فكره بشد يعني ما ينفعش ان انا مثلا ابقى الجلسه كلها بطبطب. لا بتدي تعديل سلوك برضه؟ بعدل سلوك الطفل في الجلسه، لكن تعديل السلوك يعني تعديل السلوك ما ينفعش يديله اخصائي تخاطب. تعديل السلوك ما ينفعش اخصائي نفسي، ده بيبقى صحه نفسيه. طيب معانا اتصال استاذه سماح. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا فندم. لو سمحت كنت عايزه اقول بس ما ابني عنده سنتين ونص. تمام يا حبيبتي اتفضلي. معاكي يا حبيبتي معاكي. ابني عنده سنتين ونص، ومن هو عنده سنه وشهر كنت بشتكي ان هو عنده بيعمل تصرفات غير طبيعيه. وريته يكشف يعمل طب انا عايزه اعرف ايه التصرفات اللي مش طبيعيه اللي انت لاحظتيها عليه؟ اللي هو بيخبط دماغه في الحيط، يقعد في حته ضلمه منعزله، ما بيختلطش بحد، ان هو يعني قاعد لوحده دايما، مش بيلعب وبيكلم مع حد. طب ومستوى اللغه بتاعته ايه؟ نعم اللغه بيتكلم ولا بيكلمش ولا؟ هو كان الاول بيقول كلمات وبيتكلم وبعد كده بطل يقول. ودلوقتي ما هو التوحد على فكره. التوحد ده يما على فكره التوحد برضه بيبقى ممكن يبقى الطفل يتكلم توحد ويكتسب مهاراته وبعد كده بيفقدها. بس احنا برضه مش هنقدر نقول برضه توحد ولا مش توحد الا لازم ترجع للمقاييس. لازم تعمل اختبار. الوقت عدى معاكي بسرعه ونورتيني في شكل تاني. وهنقول كلمه اخيره بقى عشان نختم حلقتنا الجميله دي، توجهي ايه لكل ام؟ يعني لا اقدر اقوله لها، لازم يبقى عندك امل وما تيأسيش. امل، الله، كلمه جميله. لازم يبقى عندك امل وما تيأسيش، لان في اطفال والله بجد توحد. انا نفسي ما كنتش يعني ما كنتش اعتقد ان هم يوصلوا لكده حبيبتي. يعني دخلوا مدارس وتعليم وغير كده، هي دي اهم حاجه. خلصت حلقتنا ولسه معانا يعني مزيد من حلقات شكل تاني، وانتظرونا ويا رب اكون ضيفه خفيفه عليكم. و تصبحوا على خير. تصبحوا على خير.